بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. دكتور عمر ودكتور عليكم احمد، السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولي سلامي دكتور احمد مع حضرتك. معك يا وليد أهل. بس أنا مش شايف يا جماعة. ها؟ البرزنتيشن مش باين عند حضرتك؟ لا. باين الباوربوينت بس مش بيهتز. اه كده ايوه باين. كده، اه كده تمام. كده باين دكتور مي؟ اه تمام. كده تمام يا وليد. تمام. هي حالتنا النهارده 100 بيشنت، 78 سنه، هايبر تنسيف، ديس ليبيداميك، بريزنتد تو انذر انستيتيوت ويز اكزرشنال انجينا سي سي اس كلاس 3 اوفر ذا لاست 2 مانثز، نوت ريسبوندينج تو اوبتيمال ميديكال تريتمنت. الجنرال اكزامينيشن واز نون ريماركابل ابارت فروم ذا فيري ويك بريفرال بالسيشن ات ذا ليفل اوف ذا دورسال سبيدس. Otherwise, blood pressure is controlled, heart rate fairly controlled, ATP per minute regular of average volume, no lower limb edema, and no significant abnormality in cardiac examination. Treatment he is receiving هو hypertensive. هو hypertensive dyslipidemic rate. على فكرة احنا عندنا مشكلة في ال under diagnose of hypertension وفي ال over diagnose، ان صعب قوي واحد hypertensive ويبقى الضغط بتاعه 110 على 70، والسبب في كده ان we are not applying the guidelines. يعني عيان بيروح لأول مرة يقيس الضغط يلاقوه عالي فبيدوا له دواء، وهو يكون يعني جاي ستريس بقى من المشوار وكذا، لان قليل قوي انك تلاقي واحد هايبرتنسيف. عشان كده بسالك هو بياخد علاج ايه؟ يوصل ضغطه ويمشي بيه 110 على 70 رغم ان هو عنده كمان يعني كروني ارت ديزيز وريكارنت بين اللي هو جايبه اساسا. يعني هو كان بياخد، عندك فكره بياخد ايه؟ هو كان ريفيرد من احد اساتذتنا يعني، وكان ماشي على ديوال انتي بليتلتس من ساعه ما تحول له من الانذر انستيتيوت على اسبرين وكلوبيدوجريل، وكان ماشي على هاي انتنسيتي ستاتنز روزوفاستاتين 20 مللي جرام، وكان ماشي على بيتا بلوكرز بيسوبرولول 5 مللي جرام، كان كمان دكتور احمد زود له الكالسيوم شانل بلوكرز نورفاسك 5 مللي جرام، وكان بيدي له كانديزارتان سايزايد اتاكانت بلس. في الاخر لما كان نوت ريسبوندنج ابتدى يديله الترايميتازيدين الباستريل مرتين والنايتروماك. فهو يعني ما صبرش عليه كتير، هو جاله وجرب معاه اسبوعين بالظبط، العيان ما اتحسنش خالص ريجاردنج السيمتومز يعني. الاي سي جي كان نورمال والايكو كارديوجرافي بتاعه مايدلي انكريزد ال في ان سيستوليك دايمتر وفانكشن فيرلي امبيرد 45 تو 50% سيجمنتال ابنورماليتي في ال دي تريتوري. So he was advised to undergo invasive coronary angiography على طول. كل ده كان قبل ما يجي لنا. قبل ما يجي لنا. ال invasive angiography هما بدأوا بال right femoral القسطرة واقفة. بعد كده عملوا advancement للقسطرة سنة كمان عشان يحقنوا، still ما فيش flow خالص في ال iliac. وغالبا هما sub intimal في الحتة دي ففي dissection. قرر ينقل على ال left side بس من غير قسطرة بقى المرة دي. فمجرد بس الوايرنج كان الواير ما بيعديش من الفيمورال للإيليا. انت قلت في بريفرال بالسيشن امبيرمنت من الاول، فيري ويك يا دكتور احمد، على الناحيتين فيري ويك. اه يعني قصدي كان الاختيار بان انت الفيبرال ابروتش هنا مش بروبر قوي. بالظبط، بالذات ان لسه ما فيش اي سوليد انديكيشن للفيمورال ابروتش، والراديال ابروتش متاح وكل حاجه، بس يعني الحقيقه ما كانش عندنا، فما اقدرش اقول الراشونال كان ايه ان هم يخشوا من الناحيتين كمان، يعني مش من ناحية واحدة. فاينالي هم يعني برضو بيك قرروا فور ما كانش يصح انهم قرروا ان هم يبروسيد للرايت راديال ابروتش، بدأوا بتصوير الرايت كورونري ارتري. يعني بص للاسف يا وليد، الموقف ده كان لازم من الاول. العيان ده لما يبقى فيه باي كلينيكال اكزامينيشن في بريفرال ارتيريال ديزيز واضح،
كان لازم يدخل راديال زي ما دخل في الاخر، وبعدين في نهايه البروسيجر لما يخلصوا يصور البريفرال ارتس. تمام يا دكتور احمد. ده في الفيور يا دكتور عمر. الرايت كوروناري ارتري في ال LAO يعني مش وحش خالص، في ميد سيجمنت يعني 40% ليجن، الديستاليتي بتاعته معقوله هتبان في الفيوهات الثانيه. عندنا البي ال ممتاز، وعندنا البي دي اي صغير، وعندنا ال LED بيملى ريترو جريدلي من الرايت كوروناري تو ذا فيري بروكسيمال بارت which appears heavily calcified. دوميننت. دوميننت طبعا. الفيلنج الرئيسي بتاعه من هنا من الابيكاردر اللي جاي من الار في برانش. بعد كده الليفت سيستم، اول حقنا في الار اي او كودال فيو عندنا اوستيال ليفت مين، عندنا ديستال ليفت مين، عندنا اوستيال ال سي اكس، اوستيال ريمس اباوت 70 تو 80% ليجن اند وي دونت هاف ال اي دي، فيري فينت انتي جريد فلو، هيفيلي كالسيفايد ال اي دي، يعني ما فيش معلومات اكتر من كده باينه هنا. اوستيال ليفت مين، ديستال ليفت مين، اوستيال ال سي اكس، اوستيال ريمس اند اوستيال توتال ال اي دي. هنشوف. انت برضه عملت له الانترفنشن ده؟ ما احنا طالما بنعرضه بيبقى عملناه. طبعا لا يمكن كنت عاوز رأيي يعني. هو لحد هنا احنا لسه ما شفناش العيان، كل ده لسه في الانستيتيوت الثانيه. في السبايدر فيو نفس الكلام، مفيش معلومات جديدة يعني. هو دكتور انت قصدك خالد في الانتي جريد، انتي جريد وايز الموضوع هيبقى صعب. لا مش هنقول ان شاء الله. تمام. في الاي بي كرينيان يعني برضو نفس المعلومات، بس يمكن ال LED في فينت انتي جريد فلو بسيط لحد البارت اللي عند البايفوركيشن مع التو دايجونالز دول، بس ايه ستيل الوضع صعب. الاوستيال ليفت مين هنا باين قد ايه السيفيريتي بتاعته، اتس اباوت 80 تو 90% ستينوزس، ايفن هو ما كانش بيحاول يدخل بالقسطره سيلكتيف خالص عشان البريشر كان بيدامب. وعند المرحله دي طبعا هم توقفوا والعيان ريفيرد فور سيرجري. قبل ما يعمل قبل ما يروح اصلا للجراحه اللي عمله القسطره طلب منه سي تي او ارثوجرافي. نعمل سيرجري هو الديسيجن الصح. طبعا اتس فيري هاي ريسك، اتس فيري كومبلكس، ايفن اللونج تيرم يعني سكسس بتاعنا مش هيبقى احسن حاجه حتى لو اتعمل. عمل سي تي او ارثوجرافي قبل ما يروح للجراح واكد التشخيص بتاع الريش، الريش سندروم اورتو باي ايليك اوبستراكشن. وكمان اثناء الورك اب بتاع الجراحه الكاروتيد دوبلكس توتالي اوكلودد رايت اند سيجنيفيكانت ستينوزز ليفت. Three different surgeons refused to do any surgical revascularization for this patient. زي كده الواحد من تعامله بيبقى عارف مين البيست سيرجن تو ديل ويز، وبي فات ان انا بعرضه على كذا جراح يعني. يعني كل واحد عنده بالخبره بتاعته هو ويل بي ترانسفيرنج هيز بيشنت تو مي. بس نتكلم على بريفيرال ارتيريال ديزيز اللي عنده الاول يا عمر لو ممكن. اتفضل اتفضل يا احمد. لا يعني قصدي الموقف بتاع الكاروتس ده should be corrected قبل ما نعمل اي حاجه. وبعدين البريفيرال الريش سندروم دوت ده محتاج برضو حد نشوف المنظر شكله ايه، اذا كان يتصلح جراحيا ولا يتصلح بدعامه ايفار ولا ايه يعني. يعني قرار برضو بتاع ان هم الجراحين يرفضوا مش غلطانين قوي لان عنده فيه مشاكل كتير. يعني هو ريجاردنج الرجليه دكتور احمد، هو يعني الكلوديكيشن بينز ما كانتش الايفيدنت قوي، احنا زي ما حضرتك شايف هو 78 سنه، هو ما فيش اكتيفيتي قويه، وغالبا العيانين دول هيبقوا كولاترالايزد شويه، فمع الاكتيفيتي البسيطه اللي هو بيعملها يوميا ما اعتقدش ان كانت رجليه مشكله. فهي ما طب اعرفش والكاروتيد ولا لا الكاروتيدز، احنا بس جاست الدوبلكس هو اللي كان معانا دوكيمنت، لكن الحقيقه ما اتعرضش برضو اكتر من كده قبل ما نعمل ايوه هنا الموقف ده محتاج انت يعني محتاج حاجه تتصلح قبل ما يعني لازم ده يتصلح. قصدي حضرتك قبل الجراحة ولا قبل الانترفنشن؟
اما قبل الجراحه، ما هم عشان كده رفضوه. هي بيه قصه الاندرتراكتومي قبل الجراحه بعد الجراحه في وقت الجراحه عليها ايفيدنس مش كتير قوي، لكن اغلب العيانين اللي بتدخل سيمالتينيوس اندرتراكتومي اند كابيتي ذا سيم داي increased failure rate increased mortality. ف والاندرتراكتومي اتس ا سمبل بروسيجر، بس هو بيبقى عندهم مشكله ان العيان يبقى على انتي بليتلتس، يعني الجراح اللي هيفتح بوست هيضطر ان هو لو عمل ستنتنج للليفت كاروتيد العيان هيفضل على دابت، والجراح لازم يبقى عارف انه هيفتح بوست في عيان 78 سنه على دابت. او لو عمل اندارتريكتومي، انا I have friends in the vascular department منهم ناس خلاص هاجرت في امريكا في كاليفورنيا، فانا بسالهم بيقولوا لي لا روتين وي دو ذا اندارتريكتومي sometimes by local، يعني الريسك مش عنيف قوي زي ما انتم متخيلين، هو بيخش حتى ايفن على الكاروتيد باي لوكال ويعمل اندارتريكتومي سكسسفول. لكن هو العيان ده محتاج ايه اصلا كجراحه؟ قيمه. طب ما ياخدها من جراح شاطر زي ما الدكتور عمر بيه بيقول، يبقى جراح شاطر يعرف يعمل مينيمال انفيزيف ليما اوف بامب، ولا انا محتاج كاروتيد ريسك، ولا انا محتاج البريفيرنس في حاجه وهتبقى سهله. الحقيقه انا ما اعرفش المينيمال انفيزيف ليما ليها ريسك على الكاروتيدز ولا لا، زي والبيركتينيس انترفينشن على الكاروتيدز هنا مش وارد؟ وارد يا بيه، بس زي ما بقول سعادتك هو الجراح مش هيحبه قوي، لان احنا لو عملنا كاس، لو عملنا كاروتيد ارتري ستانتنج زي ما الدكتور عمر بيه بيقول، هو هيضطر يعمل البروسيجر بتاعته الباي باس على ديول انتي بليتلت ثيرابي، وهما ما بس ده لو بيتهاونوش. ارجنت، انا اقصد هو هيمشي على ديول لمدة قد ايه بعد الكاروتيد ستنتنج؟ هي يعني اتس احنا نوت ان بنأجل ارجنت، عادي قصدي من مش في 3 اكيوت ل 6 كونديشن. شهور، لكن ايفن 1 مانث از فاين. لكن العيان بتاعك ده انت الريسك بتاع الكاروتيدز من ان انت تعمل يا اما توقف السيركيليشن كاربليجيا يعني، يا اما ان انت تفتح الاورطه الميني كاب، ولا هتعمل ده ولا هتعمل ده ولا هلمس الاورطه خالص، انت هتنزل ليما على الاله دي من غير ما اي مشاكل خالص. بتهيألي الحل الأمثل كان كده، يعني احنا اللي عايزينه الليما ال دي وخلاص، ولا نخش بقى في مشاكل دلوقتي. العيان طبعا كريتيكال سيتويشن، خش في مشاكل بريفيرال ارتيريال ديزيز على كاروتيد، ومش هيتأثر لو عملت له كده يعني كابل. لكن انت هتلاقيك انت يا وليد بقى بناء على رفض الجراحين دول قلت نشوف هنعمل ايه بالقسطره يعني. هي انا شفت العيان في المرحلة دي يا دكتور احمد، بعد ما اترفض، يعني بعد ما استاذنا الدكتور احمد حوله لكذا حد واترفض، فكنا ساعتها بقى بلاننج نشوف هل هو امينابل فور انترفنشن ولا لا. ليه؟ هو الميزة فيه ان الرايت كورونري كويس، يعني الرايت كورونري شايل الرايت والسيركمفلكس نون دوميننت وبيدي ريتروجريد للال اي دي، فهو ك يعني كسيركليشن مش وحش. احنا قلنا رأينا خلاص. طيب اول مشكله كانت عندي الحقيقه في الاكسس، يمكن دي كانت اكبر المشاكل بالنسبه لي انا شخصيا. يعني انا دايما ما بشتغل ريتروجريد، بشتغل باي فامورال او راديال وفامورال، بس انا الحقيقه الاثنين فامورال عندي ما فيش اكسس، وما كنتش متخيل ان انا اعمل ليفت راديال لمده ساعتين للعيان، الحقيقه انه ما كانش هيبقى احسن حاجه. والحقيقه المنظر ده احنا عملناه قبل كده كذا مره، ان احنا نشتغل راديو النر في نفس الايد مع الدكتور طارق يعني، وكان سكسسفول، وهو كمان الراديال ارتري بتاعه الناحيه الشمال البالس ما كانش مشجع قوي ان احنا نحط فيه شيس 7 فرنش، انا كنت محتاج واحد 7 فرنش عشان الريتروجريد انترفينشن. اتفضل يا دكتور خالد. الصوت راح. كومنتس كده ليه؟ بس انا بقول لك يعني الناس على لينكد ان فده لازم. مش سامعك يا خالد، انا لو سمحت. انا بسجل بس بعض التأفف، لان ده يعني انا عارف ان في اون جوينج ترايل، بس يعني على الكلام ده، لكن انا خاف يعني، انا اخاف. قول لنا من ايه، مش فاهم. خالد بيتكلم على ترايل طارق بيعملها مع ياسر، وما احنا مش هنقول الترايل ولا نقول حاجة، لكن هي لسه ما تمتش، فما كناش عايزين يعني ندسكس في الفيديو، فاحنا ان احنا نشتغل راديو قلنا خلينا للدكتور احنا احمد بقى في الشغل بتاعنا. في نفس الايد. في نفس الايد.
تمام. احنا تصوير الرايت كورونري مبدئيا احنا دخلنا بامبلتس ليفت 1 في الليجن الموجود في الميد بارت اوف رايت كورونري ده سيجنيفيكانت ولا بيكوز ذير از سام اكتازيا بيفور اند افتر؟ هو يبدو ان في جزء ترومبوتيك يا دكتور عمر، يعني يعني الحته شايفها الحته اللي عند البرانش اللي طالع ده اللي عند في الكلب ليجن كده يعني. بالظبط. احنا بدأنا بتصليح ده الاول، فهمت منك يا بس مصطفى الحقيقه انا لما قعدت اراجع الفيلم في البيت انا الرايت كورونري مش سيجنيفيكانت خالص انجيوجرافيكال، يعني ممكن انا اشيل حضرتك حته حته كده هو كومبليتلي بيفتح الدايمتر ستينوزس ما بيزيدش عن 30 40% زي ما حضرتك شايف هنا كده، بس الهيزنس الموجود مع احتماليه ان احنا نشتغل ريتروجريد من الرايت كورونري خلانا نبروسيد ان احنا انترفين في الرايت كورونري ده الاول. فاحنا بدأنا على طول بالرايت كورونري انترفينشن دايركت ستنتنج 3.523 فيري ادكوت اكسبانشن، فاينل ريزلت معقوله جدا للرايت كورونري. بعد كده بدأنا ناخد الفيوز عشان نفيجواليز الديستال ال اي دي كانت ضرورية، ولا إذا احنا مسدت كان هيصعب علينا الأمور واحنا هو بنشتغل كان هيحصل بلاكسس. عليها سبازمز لو عليها ترومباي، كانت هتعمل لنا ديستال ايمبولايزيشن يضايقنا في الكولاترالز لو احنا ناويين ندخل ريتروجريد. بعد كده في الار اي او عشان نفيجواليز السبتال كولاترال، هو زي ما دكتور خالد قال هو المين فيلينج بتاع ال دي كان ايبيكارديال من الار في برانش، بس الحقيقه احنا عندنا سبتال مش وحشه على 30 فريم بير سكند في الار اي او، ده البيست فيو ان احنا نفيجواليز الكولاترالز وعلى السمول بروجكشن قدر الامكان ونافويد ان الفني اللي معانا يحرك الترابيزه عشان الصوره تطلع بالكواليتي، يمكن هي على في القسطره بتبقى اوضح كمان من كده، بس اعتقد ان معظمنا شايف الميش اوف كولاترالز اللي بتملى ال اي دي بالظبط. في برانش دكتور خالد شاور عليه او يعني قال لنا عليه دلوقتي اللي هو دوت، عن التوتال اوكلوجن يعني كولاترال معقول جدا، باين الكونتينيوتي بتاعته نازل على الميد تو ديستال ال اي دي بعيد عن منطقه الكالسيوم والتوتال اوكلوجن، وبالتالي الانترفنشن معاه كان هيبقى احسن. احنا تمام. قبل الصوره دي احنا اكس بي 3.5 7 فرنش جاست تاتشنج ذا اوستيوم اوف ذا ليفت مين البيشنت ارستد، اول ما الاكس بي لمست الاوستيوم بتاع الليفت مين في خلال 30 ثانيه البريشر كومبليتلي دامبد والبيشنت ارست. عشان كده اول حاجه احنا عملناها دخلنا واير على طول في الريمس برانش الحاجه البيتنت اللي عنده، وكل الانترفنشن كان بالاكس بي وهي كومبليتلي هانجد في الاورطه بالمنظر ده. هنا بقى نقدر نعمل السيمالتينيوس انجكشن ونشوف السي تي او سيجمنت اخبارها ايه. على طول رجع على طول كملت من غير، هو رجع الحقيقه فولي كونشس فولي كومبنسيتد بلاد بريشر وصل 140 من غير حتى بندي اي اينوتروبكس على الناحيتين. هو محمد جمال بيسال هل عند النقطه دي ممكن ننفخ بس الليفت مين؟ انا رايي لا، برضه زي ما الدكتور خالد قال انا رايي لا مش محتاج، اولا انت اوريدي عندك ريترو جريد، ثانيا انت تقدر تشتغل وانت شايف كويس منك مرجع الاكس بي جايدنج كاثيتر ورا سنه صغيره مش مشكله. والحقيقه اهم حاجه في الفيو ده الاستامب اللي الدكتور خالد شافها اللي احنا هنا ما كانتش موجوده او ما كانتش واضحه في الفيلم الاولاني، ان احنا عندنا استامب نيبل هنا باينه بعد الليفت او عند بعد الليفت مين على طول عند منطقه الترايفوركيشن دي، والحقيقه ده اللي خلانا شويه ناخد خطوه لورا ونفكر ان الامور ممكن تمشي انتي جريد، بالذات ان السي تي او سيجمنت شكلها مش لونج الاستامب معقوله جدا. كنا محضرين حاجات بس الحقيقه ما احتاجناهاش، يعني ما احتاجناش حاجه خالص يعني سبيشال اكويبمنت للكالسيوم ما احتاجناش، بس اوريدي كانت يعني افيلبل. بس هو الفيو ده اهم ما يميزه ان احنا قدرنا هنا، يعني ده برضو عايزين نقوله ان احنا مش دايما نعتمد على فيلم الدياجنوستيك اللي جاي لنا، نصور تاني ونصور بفريم ريت عالي لان الديسيجن انتي جريد من ريترو جريد بيفرق جدا في كميه الكونتراست في كميه الاشعه ليكو للعيان وفي الكومبليكيشنز وفي الاكويبمنت وبالتالي في التكلفه، يعني فكره انك تشتغل ريترو جريد فكره مكلفه جدا ريجاردنج كل حاجه،
السكسس ريت معقول، الديستاليتي بتبقى معقوله، ولكن الانتي جريد يعني ابروتش شود بي كونسيدر دايما، بالذات لو انت هتشتغل على فيسل اول مره تشتغل عليه. على الدونر فيسل. احنا هنا بدأنا بالكورسير برو اكس اس، المايكرو كاثيتر واير بايلوت 200 هي ايزلي بينتريتنج البروكسيمال كاب. كان مازال يعني كان عندي اعتقاد ان السيجمنت مش طويله وان الامور هتبقى معقوله جدا ريجاردنج الوايرنج. مايكرو كاثيتر عدت في البروكسيمال كاب على طول، البايلوت 200 زي ما هنشوف بالحقنا الريترو جريد دلوقتي يعني وقف قريب من الديستال كاب. دي لحقنا الريترو جريد البايلوت 200 يعني في الاركتكتشر بتاع الفيسل، ما وصلش لسه للديستال كاب لكن نقدر نقول ان هو قريب منها. بالظبط كده. ودي يمكن كانت ميزه، هي الحقيقه حصلت ان انتندد، ما كناش يعني ناويينها بس هي حصلت كده وساعدتنا. وزي ما حضرتك قلت لا الحقيقة كنت واخده وكنت ناوي يعني كان عندي أمل إنه يمشي ترو تو ترو. انت قلت البايلوت 200 من الاول، انا ما ببداش لو انا ناوي اعمل انتمال تراكنج تكنيك ببايلوت 200، انما اللي انت عملته ده فدك، لان انت هتعمل ايزوليشن للكالسيوم وارجع في للترو الاي يو. تي او بودي وهترجع للترو تراك، لان اللاندنج زون بتاعتك اتس لايك 3 او، فهي مش هيبقى صعب، يو ويل جاست بي اواي فروم ذا كالسيفيكيشن. ف يو ار لاكي انف. عشان تبعد عن الكالسيوم اللي موجود في اليومن. بليز بيعملوها انتي جريد الموسولين يا جماعه، ليتس جو ريترو. هي مش طويله، اتس لايك 20 مليمتر، مش طويلة خالص والحقيقة مفيش برانشز قوية في طالعة كده منها. برانش فيرست سيبتال طالع ايميديتلي ات ذا ديستال كاب يعني. تمام، البايلوت 200 هنا وقف، بعد كده بدأنا ادفانس واحدة واحدة. هي احنا بعيد خالص عن الترو اليومن. هنا الجايا ثيرد، الجايا ثيرد قرب شوية بس لا برضه لو حضراتكم شايفين هو في بلين مختلف شوية عن الديستال تارجت بس معقول جدا. مالتيبل ترايز ان انا ادخل الحقيقه اعمل ري انتري على ال LED دي، او ايفن حاولت اعمل ري انتري على الدايجونال لكن ما عرفناش في البروجكشن ده يمين شمال. الواير ما زال بيقرب من الترو لومن انما لسه بعيد. قلنا ندخل الدايجونال ومنه بالتوين باس او بالديوال يوم مايكرو كاتيتر نقدر ننزل على ال LED، هي برضو ستيل احنا بعيد. يعني اعتقد لو كنا عدينا الواير وعملنا بي تي سي اي بالونه صغيره ممكن التوين باس تعدي في الدياجونال. انا كنت هدخل الدياجونال. يمكن انا اللي خوفني شويه ده ناخد الكونكست برو 12 ان انا كنت بحس ان الفيسل او الواير في بلين مختلف عن الفيسل اركتكتشر. يعني انا حاسس ان الواير بعيد عن اليومن ويمكن ده برضو احنا هنشوفه ان انا في اللحظه دي انا كنت ستاك للايبي كرينيال وده كان غلط. فمجرد ان احنا رحنا للاري او كرينيال والاري او كودل الموضوع اختلف، يعني بان ان احنا في بلين مختلف شويتين ثلاثه عن فكره ان احنا مجرد نعمل بنتري، احنا بعيد خالص عن الارض. انت خرجت في السب انتمال سبيس ورحت في سب انتمال سبيس اوف ذا دايجونال برانش، فانت بعيد فيري فار بالظبط. اواي، بس انت في حاجه هنا هتخلي البروسيجر بتاعتك اصعب شويه. انت يو ادفانس ذا مايكرو كاثيتر انسايد ذا سي تي او بودي، ده مش هيسمح للجايا تبي ايزلي ديفلكتد، ما تعيش كده يعني، خليها بعيده and use your جايا ثيرد واير تو بي ديفلكتد انسايد ذا سي تي او بودي تو فايند اتس واي تمام. تمشي المايكرو. عشان الناس يكونوا معانا حتى لو وليد عايز نديله المايك عشان كل الناس، اصل في ناس بتتابع هتلوز انترست. هو انا بس كنت بسأل في النقطة اللي هو البنتريتيف واير ما عدتش، هل ممكن الفيلدر
يعني كاستراتيجي مختلفه شويه، ولا احنا عشان صوت انتمال فكده كده مش هيبقى تراكنج مايكرو شانلز، انا كل هيبقى هدفي انا محتاج حاجه في الانتمال. يعني اعتقد لو انت قصدك ان الفيلدر ينفع في السب انتمال سبيس، الاجابه لا، الا لو انت ناوي تعمل نقلينج وقصه تانية. يعني الفيلدر ممكن ينفع انك تبدا تاني بقى، انك تحاول تتراك البروكسيمال كاب تاني من الاول، يعني ايفن ترو تو ترو. في الار اي او كود زي ما بقول لحضراتكم، الواير بعيد خالص عن عن الاركتكتشر بتاع الفيسل، وبالتالي هنا احنا كان لازم ناخد المايكرو بالواير ورا شويتين ونحاول نديفلكت الواير داونورد وندخل قرب الترو اليومن، وده اللي احنا حاولنا نعمله. نرجعنا تاني نير اوستيا ال اي دي ديفلكتنج الجاي ثيرد داونورد، تمام. هنا بيدخل سب انتمال او في برانش صغير جايز، نرجع تاني لورا ونديفلكت داونورد اكتر، بدا يعدي احسن شويه في الاركتكتشر ورا بالظبط. الريترو جريد انجكشن احنا قريبين سنه لكن لسه، وبعدين هنا في لحظه معينه كده هيحصل ريليز للواير، اند ايفن هنا احنا خلاص في الترو لوب. يمكن في نقطه واحده كده في الاخر انا عايز امشيها بالراحه، اللي هي الجاب. الواير في لحظه معينه اللي مع الديفليكشن داونورد والبوشنج والروتيشن البسيط نط نطه من الفولس او للترو او اخرها من الديستال كاب، وات ايفر ايه اللي حصل، بس الحقيقه بيبقى عندها انت عارف ان غالبا الواير دخل الترو اليوم. قبل ما تادفانس الواير زي ده طبعا لازم تاخد ريترو جريد انجكشن تطمن ان انت قريب من الترو اليوم. احنا كويسين في برانش صغير، رجعنا لورا داونور تاني احسن شوية. احسن شويه. بس خلاص الواير هنا دخل في سبتال برانش من ال اي دي والامور بقت احسن كتير، نرجع لورا وننزل في ال اي دي كده، البروسيجر موست بروبلي خلاص. تمام، برضو هنا في كل خطوة نتأكد ان احنا في الترو يومن. لحظة في منتهى السعادة، الواحد يشعر بالسعادة الشديدة ساعتها. صحيح حقيقي يا دكتور احمد، طبعا بالذات ريليف فظيع. تبقى قرب الفشل، يعني انت تبقى قريب قوي انك خلاص تابورت البروسيجر، بعدين تبتدي تلاقي كلون ممكن يحسن الاوتكم شويه، فربنا يكرم والدنيا تمشي، فدي بتبقى لحظه فعلا سعيده جدا. خلاص جدا. في الترو يومن هنا خلاص هنادفانس المايكرو كاتيتر، مش هادفانس الواير اكتر من كده، ونبتدي نغير الواير ب نون بوليميريك نون هيدروفيليك واير اللي هو البي ام دبليو او ران ثرو فلوبي، وبيعدي في الترو اليومن عشان تطمن ان انت مش سب انتمال برضو للمره الاخيره. الواحد ممكن يولع جرايد ساعتها. كورسير برو اكس اس الشاورين جبتها منين؟ جبتها منين ازاي؟ اكس اس ما كانتش متوفرة في السوق لغاية ماشي، ده ابريل 24. ده من شهر، ده طب 18/4 تمام مش كده؟ اوكي. 18/4 دي كانت اشمعنى تاني مرة استعملها الحقيقة. فيري اشمعنى فيري اكس جديد، اس يعني؟ استعملتها قبل كده مرة في اوسيا ال اي دي برضو، وكان في نفس العيان فيلد الكورسير برو العادية انها تعدي، فالحقيقة انا ما كانش عندي اكسبيرينس قوية معاها قبل كده، لكن يعني استعمالي بص ليها قبل كده كان خلاني اخدها في الحياة في العيان ده برضو. اكس اس دي فور ذا ريترو جريد كونكشنز اللي هي صغيرين خالص، ولا يعني بس الحقيقه يعني ات سيرفز بيتر ذان ذا برو. هي الميزه في البرو يو كان روتيت ماركت ان وان دايركشن، فده بيسمح لك ان انت تعمل جود دايلتيشن وانت داخل. انا في الكالسيوم ده احط باك اب مايكرو كاتيتر 10 بايك جولد. خلاص احنا بقيه الانترفنشن يعني الى حد ما هواش حاجه ايفنتفول قوي في اللحظه دي، لسه هي يعني لو شايفها هي فوق هنا، انا يعني غالبا ما بشيلهاش الا لما يعني قرب ما اخلص. ماشي، البيت سي اي بالبلالين ال2 وال2.5 انتي جريد وايز احنا معقولين جدا، عندنا الى حد ما يعني اتينيويشن في الفيسل غالبا من المحاولات الاولانيه في السب انتمال سبيس. طبعا خلاص انا بعد ما عديت نفخت كل حاجه وانا خارج بال 2.5 ايفن ب 3.5 ان سي، بعد كده 3 باي 38 ستنت، وفي فيو كنا متاكدين ان احنا مش داخلين ليفت مين بيها، وبعد كده 4 28 ليفت مين ال اي دي كفرنج ذا اوستيوم اوف ذا ليفت مين،
هي كلهم كانوا adequately expanded، يمكن زي ما الدكتور خالد قال نتيجه ان احنا عملنا ايزوليشن للكالسيوم واحنا داخلين، بان احنا دخلنا سب انتمال وبعد كده ربنا كرمنا وقدرنا ندخل في الترو اليومن، فده خلى الكالسيوم كله ايزوليتد من الاريا اللي احنا بنعمل فيها انترفنشن. طب انتوا خالف في الاي بي سي ريكومنديشنز بتاعت اليوروبيان بوليفيكيشن كلوب، مش حاطط واير في السايد برانش بروفيجنال ستاندنج؟ الحقيقه ما كنتش بتعمل ايه يعني، في الفيمس اللي اتغيرت الكراينه بتاعته بقى بايفركيشن دلوقتي على فيري نارو اوستن؟ ما عملتش حاجه خالص، سيبته كده؟ ما عملتش حاجه خالص الحقيقه، ما كنتش هدفي قوي ان انا اوصل لل، خلينا نقول للاوبتيمال انجيوجرافيك ريزلت. انا كان عندي مشكله اللي هي ليفت مين ال ده دي، فيري كريتيكال يعني. طبعا، بس اعتمادا على العيان كعيان 78 فيري لو فانكشنال كاباسيتي الاديكيشن بالريش سيندروم. انا واخد بالي، بس هيفضل كومبليننج لان ده يعني فيري تايت بايفركيشن ده. هو اتس فيري تايت حقيقه، ممكن ممكن نكون سيء، بس انا الحقيقه ما حبيتش اعقد البروسيجر اكتر من كده، يعني هي هتقلب التبريد بقى بالليفت مين ال بايفور، دي كانت هتقلب بايفوركيشن والسيركمفلكس ده ممكن يقفل، يعني انا هشتغل على الريمس والسيركمفلكس هيقفل. فالحقيقه انا لما لقيت العين في البوينت دي ستيبل والامور كويسه، صبغه كتير واشعه كتير وتكلفه كتير، فقلنا بيتهيألي ده صح يا عمر، بيتهيألي ان هو يعني ده الموقف ده ذا سيفست ممكن يعمله في حاجه زي كده طبعا واحد. اسلوبي ان الواحد يشتغل المين برانت اوف ذا جوب ويعمل شغل جامد قوي، والعيان يظل كومبلين، شايف الليجن هاو تايت طبعا شايف شايف. طبعا يعني ديبريسنج عيان كمان اللي عمل بروسيدر وعمل الجزء المهم جدا وسكسسفول، وبعدين يفضل العيان يشتكي لانه. لكن طبعا انا موافق اللي اتعمل ده يعني، ونستنى ونشوف بقى لو ربنا اكرم خلاص. هو الحقيقه تيمي 3 فلو كمان، فده كان مشجعنا، يعني انا ممكن ادخله لو كان حصل كومبرومايز للفلو قوي في السيرك، يعني قصدك؟ بس فاينلي البوت بالان سي بالون 5 مليمتر ده الفاينل سبايدر فيو. جامبينج اوف ذا واير ده المشجع، جامبينج اوف ذا واير وين ات جو ان ذا رايت دايركشن. طبعا الحمد لله، وده الفاينل ايبي كرينيال فيو. شكرا يا دكتور شكرا احمد، شكرا يا دكتور شكرا. احمد. العفو يا اخويا. تالي يا عمر، ان في الموقف الاناتومي اللي احنا شفناه في الاول، يعني الواحد يبقى يحاول يبقى بالياتيف اكتر من انه يعمل كومبليت ريفاسكولاريزيشن. طبق تماما، وخاصة الراجل ده 78 سنة وخد دايك كده يعني. طبعا كده طب احنا اخر حالة بقى هي الحالة الجاية يا دكتور عمر، بس عايزينك تبقى موجودين عشان هي برضو عايزة شوية discussion و decision making. وحياة الدكتورة سارة. تقدمها دكتورة سارة. شفتوا كنتوا بتحطوا صور النواب يعني. انا كان نفسي بس في الحاله اللي فاتت يا عمر، انا ما فهمتش ان في فرق ما بين تو مايكرو كاثيترز كانوا بيتكلموا عليهم، بس ما سمعتش كويس. على ما يحضروا الحاله دي ممكن حد يقول لنا الفروق بينهم؟ هو بيه الكورسير، لما بنزلت الكورسير دي روتيتبل مايكرو كاتيتر الفيرجن الجديد بتاع اللي هو البرو، اتس ليتل بيت بالكي، فهم عاملين منها انذر فورم اسمها بروسير اكس اس، اللي هي اكس سمول يعني. الفورم دي مينلي كانت معموله علشان تو كروس فروم ذا سمول كونكشنز في الريتروجريد ريكاناليزيشن عشان السمول سيبتال برانشز. مش انتي جريد يعني. اي مايكرو هستخدمها باي طريقه، لكن انا بقول على ان انا لما بيبقى عندي كالسيفيك ليجنز فيري تايت، الافضل ان انا اخد جود جير، يعني اخد مايكرو كاتيتر روتيتبل زي التيرن بايك جولد او سبايرال ممكن، لكن الجولد ممكن تبقى بيتر تريتنج ذيس كالسيوم وات جوينج انسايد، او الكروستال بول عاديه ان جيف ات تايم انك تعدي، هتاخد وقت وهتعمل دايلاتيشن وات جوينج انسايد. وليد انا بقول له، هو وليد وليد شاطر ربنا يحفظه قوي يعني، هو he can do the job with an XS in a good fashion، بس هو for the teaching purposes يعني انا بقول انا ممكن اخد مامبا فليكس او تيرن باي جولد.
ما هو التيبس دي مهمة عشان دي educational session، فكان حبيبي. لازم تو هايلايت او تو elaborate حاجة زي كده. بس هو انا عارف وليد ممكن يكون عامل ليه كده من الاول، هو شغال طبعا في مستشفى حكومي، هو هيستخدم المايكرو كاتيتر، هو واخد الاكس اس من الاول، قال انا هجرب انتجريد، مشيت ما مشيتش هخش ريترو من السنترال كونكشنز بنفس المايكرو كاتيتر الاكس اس. فالحقيقه هو اتس بيتر تو تشوز المايكرو كاتيتر بيزد اون ذا ليجن ذات يو ار جوينج تو تاكل، نوت بيزد اون ذا كولاترال ذات يو ار جوينج تو كروس. فهو وليد اختار دي علشان تو مانيبيوليت بوث، which I think is a good option. في مشكلة في باوربوينت النهاردة ولا ايه؟ هو يا مايك بتطول قوي، مش عارف ليه من الإلو ده يا بتاعه جمال بتطول كده النهارده بين الحلقه والحلقه. طب ما تحاولوا تصلحوا المشكله دي. صباح الخير، أنا سارة جمال نايب قلب. هي كده الصورة واضحة؟ كده تمام. هنقدم النهاردة حالة هي a case of aortic coarctation post surgical correction. هي complicated يعني. 30 years female, she's hypertensive, aortic coarctation. She has history of surgical correction of coarctation. كانت عملت كوندويت من الليف سبكليفيان ارتري للديسندنج اورتا، الكلام ده كان في 2012. البرزنتيشن بتاعها كان باك بين وبوث لور ليمب كلوديكيشن بين، ابتدى عليها من 6 شهور. And she was referred by surgeon for intervention. الجنرال اكزامينيشن بتاعها البلاد بريشر في الرايت ابر ليم كان 160 اوفر 160 على 110، وفي الليفت اوبر ليمب كان 150 على 100، وفي البوث لور ليمبس كان 120 على 80. الهارت ريت بتاعها كان 80 ريجولر، التشست واز كلير، واللور ليمبس كان ما فيش اي ابنورماليتي. هو لو ما فهمت يا سارة دي واحدة، ما فهمتش انت قلتي الجراح بعتها ليه؟ هنشوف يا دكتور احمد، هي المفروض ما كانتش تقول الحته دي بس لغايه ما نشوف يعني. هنوريكم ازاي اللي جراح بعتها، بس هي ده اول نكمل الاكزامينيشن والانفستيجيشنز وبعدين بتشو يو واي الجراح بعتها لنا. اللوكال اكزامينيشن بتاعها كان نون ريماركابل، يعني الايبكس كانت في الفيفث انتركوستال سبيس، والاس 1 نورمال، اس 2 نورمال، ما كانش في اي اديشنال هارت ساوند. ده الاي تي جي بتاعها نورمال ساينس ريزم. الايكو بتاعها برضو الحقيقه ما كانش فيه اي ابنورماليتيز، ما عدا بس انه الديسندنج اورتا كان دايليتد جاست ديستال للليف سب كليفيان ارتري مع انكريز جراديانت 36 ملم ميركوري. عملت سي تي اورتوجرافي. هي العينه دي بس لفني الجراحه اللي كانت عملته، كانت عملت انتر بوزيشن جراف ما بين السبكليفيان والديسندنج اورتا،
يعني I don't know why ما اتعملش تصليح للكواركتيشن، انما اللي اتعمل اتعمل large interposition graft كده between السبليفين artery and the descending aorta bypassing الكواركتيشن. هو ده اللي بيتعمل ولا في اجراء تاني جراحيا ممكن في يتعمل اجراءات اسهل؟ طبعا جراحيه اللي هو يبقى تصليح، احنا ما نعرفش الظروف ايه اللي حصلت ليه الجراح اختار البروسيجر دي، انما ده اللي اتعمل في 2012. العيانه رجعت بالسيمتومز لما اتعمل لها سي تي بان انه زي ما انتم شايفين كده في هيوج انيوريزم على البروكسيمال والديستال بورشن بتاع الجرافتا. ولو ساره تكملي السي تي من فضلك. هو يا مي، مش مفروض ان هو بيتعمل ريسكشن انستموزس عادي ولا ايه؟ في الادلتس ممكن ريسكشن انستموز عادي، ممكن يعني one of the procedures اللي بتتعمل اللي هو الاكسترا اناتوميكال ريبير اللي هو يتحط جرافت بارتفيشال جرافت ما بين يا اما الاسندنج اورتا والسابليفين للديسندنج اورتا. لما الوضع ده حصل يعني الجراح حقيقه بعت الحاله وقال انه بالنسبه له كان هيبقى الانوريزم ده كبير قوي، يمكن تبقى ريسكي شويه في الجراحه، وكان السجشنز ان احنا لو نقدر نحط ستنت جرافت او كفرت ستنت نصلح بيها الكواركتيشن ونقفل البروكسيمال اند اوف ذا الكوندويت، وواحده تانية تحت تقفل الديستال اند اوف ذا كوندويت علشان نقدر نايزوليت الاكسترا اناتوميكال ده كل ده يبقى ايزوليتد، وبالتالي الانيوريزم يصغره وبعدين يبقى البيشنت تمشي احسن من كده من غير بدون جراح، يعني ان هو ما يفتحهاش تاني. طب هو ليه عمل كده من الأصل؟ لا ما اعرفش، ما نعرفش احنا ما نعرفش ايه الظروف اللي خلاها تعمل كده من الاصل، وغالبا مش هو نفس الجراح اللي بعتها لنا. يعني دي كانت مبعوتة لي الحاله دي من دكتور سعيد عبد العزيز من القصر العيني، ومش هو اللي عمل الجراحه الاولانيه، يعني هو جات له الحاله دي، الحاله دي was referred. This is one of the الطرق اللي بيصلحوا بيها coarctation في الادلتس، ان يحط جرافت، ان يحط اكسترا اناتوميكال كوندويت. يعني this is one of the known conditions. Lately بقى في papers كده طالعه بتقول انه ده ممكن يحصل. يعني احنا بعد ما انا كنت عمري ما شفت المنظر ده الحقيقه، ولما رجعت الليترتشر لقيت انه this is انه الفلو بتاع البلاد بيصطدم هنا بالكواركتيشن، فممكن بيطلع يعمل انيوريزمال دايليتيشن للجرافت المحطوط. تمام. هنا ده السي تي اوتوجرافي بتاع العيانه. ده النيتيف اورتا الكوندوي زي ما احنا شايفين، هو في بروكسيمال انيوريزم وفي ديستال انيوريزم. هنا ده مكان الكوركتيشن، هو الاسموس 6 مللي، في بوست سيرجيكال سوري بوست تينوتيك دايليتيشن 27 مللي. ده البروكس الانيوريزم اللي عند البروكسيمال اند هو 43 باي 61، وفي هنا باين السودو انيوريزم، وفي كمان ميرول ثرومبس. ده الديستال اند، في هنا برضو نفس الكلام، في انيوريزمال دايليتيشن ده بس اصغر شويه، وفي برضو سودو يعني ميرول ثرومباي. هنا كان عندنا، ممكن ترجعي تاني من فضلك سارة، ارجعي السلايد. هنا كان عندنا مشكلتين، ده السلايد اللي بعديها من فضلك. المشكلة الأولانية إن إحنا عايزين نفتح الكواركتيشن، ده ما كانش هيبقى مشكلة. الجراح قال بليز ساكريفايس السابليفين، أنا ما عنديش مشكلة إنكم تقفلوا السابليفين، وإحنا بنعمل كده في الجراحة، بس كنا عايزين ستنت لونج إناف إنها تقفل السابليفين وتقفل الماوث أنيوريزم ده وتعطي كواركتيشن. حل المشكله الاخرى كانت الحته الديستل، لان الديستل دي كانت كبيره قوي، محتاجين فيري لونج ستنت، وكمان مش يعني ما عندناش حاجه الستنت بتحتاج يبقى فيه ستنوز عشان تمسك عليها، انه الانستنس بتاع ان هي تبقى ديسلوجد او امبولايزد عالي قوي. ف الستنتس اللي موجوده في السوق ماكسيم كانت 45 مللي، احنا بعتنا جبنا ستنت مخصوصه طويله شويه وهنشوف عملنا ايه. يعني ما انت لو قفلتي من فوق بس يا مي، ما يمكن دي تقفل المشكلة إن ملهاش. أنا لو قفلت من فوق بس هيفضل في فلو جاي من هنا هيتحول لده السابليفين، يعني الفلو هيجي من الأورتا ويسبلاي، هيبقى عامل زي ما يكون برانش من السابليفين، وده يمكن يزود الأنيوريزم شوية، وهنشوف بعد كده اللي حصل إيه. البلان كانت الأول نعمل كده، وبعدين قررنا إنه لا، طب نخش الأول نصلح الكواركتيشن النيتف ونشوف الريزلت بتاعتنا هتمشي إزاي، ونقدر
نقرر بعد كده هنعمل ايه. احنا كان عندنا وانس يعني تو ستنس جاهزين طوال، انما كان عندنا بالونه واحده. يعني هنشوف في البروسيجر. اتفضل يا ساره. زي ما دكتور مي قالت ان احنا الجول بتاعنا كانوا ان احنا نفتح الجزء الكوركتيشن وان احنا نقفل البروكسيمال والديستال اند بتوع الكوندوي. بس مش to prevent emboli to prevent يعني ال progression بتاع ال aneurysm و risk of rupture، لأن دول عندهم very high risk of rupture. تمام. الانترفنشن بتاعنا الاكسس كان رايت فيمورال ارتري ليفت راديال ارتري. الليفت راديال اللي استخدمناه عشان يعني بيتر فيجواليزيشن للكوندوي نفسه. طبعا الباث واي كان من الرايت فيمورال للاورتا ومن الليفت راديال للساب كلافين ارتري للكوندوي. استخدمنا الستنت اللي استخدمناه زي ما دكتور ما قالت كان في كوفرد لونج ستنت 57 مللي، وفي ستنت تانية كوفرد برضه كانت 28. الانفيزيف بريشر جريدينت قبل الانترفنشن يعني كان 35. طبعا ما فيش بريشر جريدينت عالي لانه الكوندويت شغاله، فهي موصله دم من الاسفل. ماشي. ده اول حاجه احنا اول ما دخلنا ده كان القسطره اللي داخله من الرايت سوري من الليفت راديال، ودي من الرايت فيمورال. ده كان احنا بنصور بس في الاول. ده اللاترال من نفس الفيو. علشان الكوندوي اصلا ليفت اب ريجن والله احنا استخدمناه عشان لو نقدر نشوف احسن لا لا موجود هنا اول ستنت واحنا بنحطها دي اللونج ستنت اللي هي ال 57. ده الجزء الاتمس. دي بعد ما الستنت اتنفخت يعني خدنا حقنة كده من الليفت راديال علشان نشوف البوزيشن بتاعها من فوق. الحقيقة الحقنة دي كانت مبينة انه لسه في انتي جريد فيلينج للليف سب كليفيان، فهي الستنت دي فتحت الكوركتيشن بس ما يعني ما اثرتش خالص على الفلو في السب كليفيان اورج. يا سارة عيدي الحتة اللي إن إحنا لسه راجع لنا، كان قطع الإرسال ورجع دلوقتي حالا، فما شفتش الحتة الدقيقتين اللي أنت كنت بتتكلمي فيها. هنا دكتور دي واحنا عيدي الحتة الأخيرة دي. طيب حاضر. دي بعد اول ستنت ما اتحطت يا دكتور. لو سمحت يا سارة عيدي بس الحتة اللي قبل كده بعد اول ستنت، لان احنا قطع عندنا الانترنت. هي بعد اول ستنت، كملي بعد اول ستنت. احنا لقينا انه الانيوريزم لسه فيلينج بروكسيمالي. هنا في لسه السب كليفيان بيملى انتي جريد، فاللي هي الستنت دي ما اثرتش على يعني ما اثرتش على الانتي جريد فلو للليف سب كليفيان ارتري، هي بس فتحت الكوركتيشن. دي الستنت الثانيه. الستنت الثانيه كانت ستنت اقصر شويه، خدنا ستنت قصيره لان احنا ما كناش عايزين تو انكروتش على الليفت كومن كاروتيد، فحطينا ستنت اقصر علشان نحافظ على الارش فيسلز. دي الحقنة بعد ما حطينا الستنت الثانية هو ستيل في انتي جريد فلو في الليف سب كليفين بس اقل كتير من الاول. طيب at that point بقى احنا توقفنا لانه one ما كانش عندنا بالونه تكفي علشان نعمل الديستال اند، وبعدين قلنا احنا كده عملنا نيتف كاركتيشن وي ثوت ويل ويت ونعمل ديسيجن بعد كده هنعمل ايه، وبرده ده this is open for discussion. هوريكم العينه يعني مشيت كويس at the time. كملي يا ساره من فضلك، وريني الانجكشن الاخرانيه.
اخر انجكشن ده نفس الوقت بس ده لاترال. انفيزيف جريدينت بعد ما حطينا الستانس كان حوالي 15. بعد القسطره كان ضغطها في الرايت ابر ليمب كان 130 على 80، وفي اللفت كان 90 على 60، وفي البوست لور ليمب بتاع يعني كان 120 على 80. اللفت كان لسه موجود، يعني لسه موجود في فلو. ده الاكس راي بتاعتها البوست زي ما انتم شايفين منظر الانيوريزم الفظيع اللي على اللفت سبكليفيان ده، هو ده المشكله. احنا وي ثوت ان هنخرج العيانه نعيد السي تي كمان كام اسبوع وبعدين نقرر احنا عايزين نعمل ايه. لما عيدنا السي تي الحقيقه السي تي لسه جاي لي من 3 ايام كده، انا بعته لساره من فضلك. وريني السي تي ساره من فضلك. ده السي تي باين انه لسه الكونكريت زي ما انتم شايفين كده، لو قارنا هي صغرت شويه، انما اكشولي الانيوريزم هم ريبورتنج ان الانيوريزم زاد بمليمترات، زاد بروكسيمال اند، يعني زاد بمليمترات مش بكتير. عندنا دلوقتي تو اوبشنز المتاحه. انا ما اعرفش هعرف اسد البروكسيمال بورشن اكتر من كده ولا لا، لان انا اوريدي الستنت بتاعتي واصله لغايه الارش فيسلز. فاوبشن از احنا صلحنا الكواركتيشن، ان لو الجراح يخش يقفل ده من فوق من تحت، ذس از وان اوبشن. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن يكون الفلو اللي جاي ده جاي مينلي من الديستال اند، ان احنا نجرب نحط ستنت في الديستال اند ونقفله، لانه زي ما انتم شفتوا في الانجيو كان البروكسيمال اند بتاعه الفلو كان قل جدا، فممكن يكون الفلو ده كله جاي من تحت مش جاي من الحته الفوقانيه. هوبفلي ان ده يمينيمايز ويصغر الانيوريزم. فعايزه اعرف رايكم. تهيألي يا مي ان اولا انا الموضوع بتاع الكوندوي اللي اتعمل ده لازم اعرف الانديكيشنز عموما. اولا التكست بيقول ايه او التكست الليتر This is بتقول one of the surgical techniques اللي بتعمل for correction of coarctation امتى for others. يتعمل امتى يتعمل معرفش it's preferably يعني، لانه غالبا هم ده بيخليه ما يعملش cross clamping للاورطه كتير وبيخلي الدنيا بتاعته اسرع، وبيتعمل في الادلس sometimes بتعمل ما بنشوفوش كتير دلوقتي او ما بنشوفوش خالص تقريبا أنا يعني، أول مرة أشوفه بقى، إيه رأيك؟ لانه لا يعني ده بيتعمل لكن احنا ما بنشوفوش كتير، لان طبعا الاندوفاسكولار تريتمنت دلوقتي موجود في الادلتس، فمعظم الادلتس خلاص ما بيروحوش جراحه، بيجوا عندنا احنا اللي بنعملهم، لانه ده اتس نوت ا فيري كومبلكس كواركتيشن. يتعمل في فيري كومبلكس كواركتيشن لما يكون الدنيا مكعبله جدا مش هيقدر يوصل، او في مالتيبل ليفل اوف اوبستراكشنز، انما وي دو نوت نو ليه اتعمل ده في العيانه دي. طب وهو أنتوا عندكم بيركتينيوس سولوشن للحل ده؟ للحل ده بدون ده في الاول خالص، ما احنا لا عملنا دلوقتي فاكسيس ده، ما هو دلوقتي الحل الثاني ان انا اقفل الديستال اند، انما انا ام نوت شور ان ده هيوقف لا انا الفلو. مش موافق على ده، لانك انت مش متاكده ان ده هيحل الاشكال، ممكن يستيل الفلو يجي من فوق. ما هو يبقى السولوشن الثاني يبقى ان هو الفلو اللي فوق قل جدا. السولوشن الثاني انا لو قفلت الديستال اند اي كان امبولايز السبليفين اساسا، اقفله من فوق، ده برضو انا فكرت في حاجه زي كده، او ان الجراح يخش ويقفل ده من فوق من تحت. احنا خلاص احنا مش هيعمل حاجه في كواركتيشن، هو هيقفل البروكسيمال والديستال اند اوف ذا كوندوت، لان الكواركتيشن خلاص صلحت دلوقتي يعني، هي ما عندهاش جريدنت، الكواركتيشن كويس وبالسي تي كويس، يمكن عايز شويه يتنفخ الستنت شويه عشان تكوابت مع الوول شويه، او يعني تعمل ريموديلنج، انما اذروايز هي اتعملت. لكن انتوا خايفين من الريسك ان الانيوريز بيحصل فيه مشكله. طبعا متهيألي اذا ما كانش انتوا عندكم حل بيركتينيوس يبقى هو الحل البركتيني شال وي بروسيد فور ذا ستنت الثانيه. الستنت الثانيه عندنا موجوده، عندنا ستنت طويله موجوده تحطيها فين؟ في الديستال اند، نقفل الديستال اند نحطها في الاورطه، في الستاندنج اورطه عند الماوث الديستال ولما اند. تعملي كده يو جارانتي ان مش هتفضل اللي فوق؟ ما هو اللي فوق دي ما هو هيقل الفلو جدا، انما هل اللي فوق ده ممكن ابقى ايمولايزر سبليفن اساسا؟ اي كان دو ذات، اقفل السبليفن ازاي كويس من فوق، تدخلي من السبتين من فوق؟ سبليفن اقفله، ده اوبشن اخر، او الجراح ياخدها اللي هو لغايه دلوقتي مش عايز ياخدها. طب خلاص يبقى انتوا تعملوا كده، اقفلوا سبكليفيان، لكن فكره ان انت تقفلي الديستال انيوريزم ماوس. لازم يتقفل لانه اذروايز هيفضل فيه فلو، لازم يتقفل. ايوه انا بقول ان انت لو اخترتي ان انت تقفلي الديستال اند دي، ما انتش متاكده ان ده هيحل المشكله. لا مش متاكده انا هحل يبقى المشكله، الحل الاكيد انك تقفلي السبكليفيان. في آراء أخرى؟ السلام عليكم دكتور مي، أنا خالد علي زحرت.
اخر اتس لايك ا بيرفوريشن بالنسبه لنا احنا من حتتين واحنا مش عارفين منين. فاحنا ممكن لو علي حسك يا خالد ممكن لو احنا بلاننج ان احنا تو تيست هل هو هيفضل يملى ولا لا, جيت ان اكسس فروم ذا رايت ريديال ابروتش وناخد بالونه بالظبط, اقفل من تحت احقن والله لو الانيرز ما بيملاش خالص او فيري فينت من الستنت اللي مش بروبرلي كوابتد فوق خلاص حضرتك هتحط الجرافت ستنت 1 تو 1 سايز ات ويل اوكلود كومبليتلي ذا ديستال اند ومشكله العينه اتحلت. انا بس عندي سؤال تاني, هل لو لا يبقى خلاص تشيك فور ذا اذر اوبشنز ريجاردنج سيرجيكال انترفنشن. انا عندي لو ده انا ما اعرفش, انا بفكر معاك ما اعرفش ده صح ولا غلط, بس انا عندي بعض احنا جايبين ده عشان نفكر يا خالد, جايبين حل عشان نفكر كلنا. عندي بعض التخوف من الاوكلوجن بتاع سبكليفين ارتري لان انا ما اعرفش هاو ذا فيرتبرال ارتري ويل بيهيف. يعني انا لو قفلت السبكليفين كومبليتلي الليفت فيرتبرال ستيل السيريبرال سيركيليشن شود بي ستاديد مع حد نيورولوجيست علشان اي ثينك انا عليه خالد اي ثينك ان هو مش الجراحين ساعات بيسوء خالص يا خالد سبكليفين ارتري ده سام تايمز الجراحين قال لي بيقصوه خالص قال لي جو هاد اند دو ات. يعني انا شفته بتوع الفاسكولار بيعملوه ري امبلانتيشن تاني بعد القصه دي. لا انا بتكلم على جراحين القلب, جراحين القلب اساتذتنا قالوا لنا سام تايمز احنا بنقصه خالص ومفيش اي دروباكس على البروسيجر بالطريقه دي. خالد الحاجه الوحيده اللي مشجعاني ان السايز بتاع الكوندري شخصه شخصيا الصغر, يمكن الانيوريزم كبر بس الكونكشن صغرت لو تاخد بالك. لو ممكن نشوف اللي قبل ده. ايوه واضح. طبعا واضح. هو يعني الاول كان الكاليبر بتاعه زي كاليبر الديسندنج اورتا, دلوقتي الكاليبر بتاعه صغر. طبعا صغر عشان اللي جاي له من فوق قليل, ده معناه ان البريشر فيه اقل. يعني البريشر اقل طبعا لان البريشر العادي ما هو انت لما انا لما رجعت الليترشر بيقولوا ان ده بيحصل لان الشير ستريس وبيحصل اندوثيريال ديسفانكشن على الحته اللي هي ستينوست في الكواركتيشن بتخلي لو يروح على حته السبليفين دي ويعمل انيوريزما الفورميشن بالمنظر الفظيع ده. انا فاكر لما حضرتك كنت ديسكاسنج حضرتك كنت بلاننج اصلا تقفلي تحت وفوق, لما كنت بقول بلاننج اقفل تحت وفوق لكن انا البالونه ما كانش عندي يوميها فاحنا وي ستوب ادات بدل ما نعمل كومبليكيشن. فهو دي الفكره بقى, اقفل تحت واشوف الدنيا هتحصل ايه. يعني احنا عندنا الدعامه جبناها لكن هل نقفلها ونشوف دنيتنا هتمشي ازاي ولا نخلي الجراح يروح هو يخش يعمل ده من غير ما احنا نخش. ما هو بتقولي هو مش عاوز الجراح, مش عاوز خايف من كومبليكيشن. هو عندك حل من اتنين دلوقتي, يا اما دايركت تقفلي السبكليفين او تعملي زي الاقتراح اللي قال عليه خالد انك تعملي تيستنج تيست اوكلوجن. ايه رايك؟ غالبا هو ده. في راي اخر خالد عندك راي تاني؟ دكتور عمر معانا ولا مش؟ دكتور عمر اضطر يمشي عشان المستشفى كلمه. هو up to my knowledge يعني ما علي حسك خالد بليز بس مش سامعك كويس عشان الانترنت عندنا فيه مشكله. up to my mind انا ما فيش حاجه تانية غير اللي حضرتك قلتوها. يعني اما بالون اوكلوجن وبعدين if something is not right خلاص we can stop, لو everything is okay we can implant the stent one to one. اعملي كده يا مي. ان هي الست طبعا لسه كومبلينينج عندها باك بين, انا خايفه البتاع ده يرابشر اني تايم. يعني وهي صغيره وعندها اولاد برضو, وهي شيز كريتيكال بيشنت. هي اتس لايك ان ايفار بقى المره دي يا دكتوره مي. هتبقى زي ايفار بالظبط كده. حتى الجراح قال لي احنا ممكن لو انا ما لقيتش ستان طويله شويه ان هو نقص حته من ايفار, يعني نفاشن حاجه تتحط في الحته دي بحيث انها تقفل الانيوريزم التحتاني ده وتسيب الفوقاني برضو. لا اللي هو لا الفوقاني هنشوف هنعمل فيه ايه. ايوه ما هي لازم اول ذا تايم هيبقى عندنا اكسس من فوق. يعني احنا الاول هنقفل اللي تحت وهيبقى عندنا اكسس من فوق ونشوف لو احنا قفلنا ببالونه ده هتقفل الدنيا ولا لا. لو قفلت الدنيا وي كان امبولايزد فيري كلوز تو ذا ارش, يعني ممكن نحط حاجه فيري كلوز تو ذا ارش جوه خالص. انا يعني خلاص في الاخر عشان نصل الى كونكلوجن, انت تعملي زي ما الحل اللي قال عليه خالد ده, تجيبي بالونه وتقفلي الانيوريز من تحت وتشوفي الدنيا شكلها ايه. لا مش هقدر اقفله من تحت لان ده قفل بالونه, ما اقدرش اقفل الاورطه, انا هقفل من فوق مش من تحت. انا هشوف الفلو بتاع السبليفن اخباره ايه. ببالونه فوق؟ بالونه فوق ام ريدي. ليه مش تحت يا دكتور مي؟ هتقفل الديسندنج اورطه
من الفيبرال اكسس وهحقن الحقنه بتاعتي ريت. ممكن بس هنقفل الديسيندنج اورتا ونفتح ونفتح فوق ونشوف هتفرق هتملى ايه. ممكن يكان علي صوتك بس يا خالد بليز. مش هناخد وقت طويل، مش هيبقى فيه سكيميا تايم على الكيدنيز طويلة يعني. مش هياخد وقت طويل، بس المشكلة في ان البالونة لما بتتنفخ بتبقى البالونة هتبقى عندنا وان شوت ده بالون، لما بتتنفخ بيبقى تركيب الستنت عليها ودخوله من الشيس بيبقى بيت ديفيكلت يعني. ممكن نجيب واحدة من السايزنج بالونز 34 ولا حاجة ونعمل الحركة دي. ممكن اه سايزنج بالون، اه مش بالونة، ممكن نشيل البالونة بتاعت ال 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 ايوه 1 تو 1 بالون خلاص من السايز بالسي تي، واي 1 تو 1 بالون اعتقد يا فندم ده ممكن يبقى. خلاص نعمل كده يا خالد. مش احنا اللي هنعمل يا دكتوره مي. انا مش عايز اعمل حاجه حقيقة، لان الحاله المره اللي فاتت خدت وقت طويل قوي، وكان الديسيجن ان انا اركب ستاند ثانيه قصيره فوق. يمكن انا لا، انا بفكر ان لو انا نفختها شويه تعمل كوبتيشن اكتر وتقفل السبليفيان ده وتقفل الماوث بتاعه، لان هو الانيوريزم طالع من السبليفيان، هو عامل على السبليفيان مش مع الاورت يعني. هو واخد الجرافت بتاعته من السبليفيان للديسيندنج اورت الباي باس ده. ف possible ان انا اللي مشجعني شويه ان هي خست في السايز. انيوريزم كبر طبعا لان الفلو اعلى، انما خست في السايز شويه which means ان الفلو قل، ان الفلو definitely قل، او الفلو اللي في الاورطه بقى ازيد، فبالتالي الفلو اللي رايح على الكوندل ده بقى اقل، مش العينه مش محتاجاه قوي. وهي المكان ده ما فيهوش ميجور برانشز غير ال غير السبلايز. نعم نعم ما فيش هنا ميجور برانشز حضرتك هتخفي عليها، يمكن السباينال فيسلز، ولكن هم لا مش خايفه من حاجه، لا مش خايفه من ميجور برانشز، مش خايفه من حاجه، مش خايفه من حاجه. خلاص هتعملي كده يا مان، قولي تاني اخر فاينالي هتعملي ايه بقى؟ فاينالي هنعمل تيست اوكلوجن تحت ونحقن من فوق ونشوف الدنيا شكلها ايه، او كمان نحط بالونه فوق، ولو ما كانش يبقى نحط في السبليفن نشوف برضو الدنيا شكلها ايه. لو الدنيا ايوه كده خالص يبقى ساعتها وي كان بروسيد. هتجربي تقفلي كل المنافذ اللي الاول قبل ما تقرري الفاينل بتاعك. طيب كده تمام يا اولاد. في حاجه ثانيه ولا خلاص؟ تمام ثانك يو. طيب يبقى حط لنا صورتك المره الجايه يا ساره عشان انا مش عارف شكلك يا دكتور. حاضر. طيب في النهاية نشكر خالد كارم ووليد سلام، ونشكرك يا سارة. الحمد لله برضو ثلاث حالات كان فيهم تكنيكال ديماند أكتر منه كلينيكال بروبلمز يعني، لكن برضو نحب نشوف حاجات زي كده every now and then. وشكرا يا خالد، وأظن كان أحمد رضا كان موجود، فأنا بشكركم جميعا ونلتقي الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا يا أولاد. شكرا شكرا دكتور. إلى اللقاء، مع السلامة.